من أرحم عليك من والديك؟ انظروا ماذا يقول سفيان الثوري. يقول رحمه الله: ما أحب أن يجعل حسابي يوم القيامة إلى أبوي. في أرحم عليك من والديك؟ يقول: ما أود أن يحاسبني والدي يوم القيامة. ليش؟ يقول: لأني أعلم أن الله تعالى أرحم بي منهما. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.